مرض السكري أو ما يعرف بوباء العصر يواصل تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات في محافظة حضرموت كأكثر الأمراض فتكا بالمحافظة، ما دفع عددا من منظمات المجتمع المدني لتنظيم فعاليات تهدف للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه، إضافة لفتح عيادات مجانية بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري. مثل تدشين هذه الفعاليات مهمة جدا في نشر الوعي بين المواطنين، وأيضا اكتشاف الحالات الجديدة والمحتملة من هذا المرض، وبث المعلومات حول آخر مستجدات هذا المرض للوقاية من هذا المرض، والمعاملة يعني معاملة المريض مع أو تعامل المريض أو تعايش المريض مع هذا المرض، وأخذ الاحتياطات اللازمة والعلاجات اللازمة. يمثل تزايد الإصابات بالسكري في محافظة حضرموت خلال السنوات القليلة الماضية ناقوس خطر للجهات الصحية والسكان هنا، مع عدم وجود حملات توعية بطرق الوقاية منه ودراسات بحثية لأسباب الانتشار التي باتت مقلقة كما يقول المختصون. في تزايد كبير في المصابين بمرض السكر. في السابق المصابين في بشكل عام في منطقة حضرموت واليمن كان مصابين في قليلين، ولكن الآن في تزايد، والسبب التزايد هو أسلوب الحياة الغير صحي، أسلوب الحياة الغير صحي، زيادة السمنة، أيضا انتشار الوجبات السريعة، الوجبات الكبيرة بالسعرات الحرارية، وأيضا قلة الحركة بشكل عام. يتسبب مرض السكري بالكثير من حالات الوفيات بوادي حضرموت نتيجة مضاعفاته الخطيرة التي تسببها ضعف التوعية بالمرض وغياب مراكز متخصصة للاهتمام بشريحة المصابين الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية مع تدهور قيمة العملة المحلية. لقناة المهرية، عبد المجيد باخريصة، حضرموت.